يعترض، ورئيس جامعه المنوفيه دكتور معوض الخولي. دكتور معوض اهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ وائل، اهلا بيك دكتور معوض. مساء الخير لزميلنا العزيز استاذ نور. يا دكتور معوض، دكتور معوض، ليه اخذت موقفا مضادا للقرار اللي اتخذه دكتور جابر نصار بمنع المنتقبات من التدريس في جامعه القاهره؟ لا، هو انا ما خدتش موقف مضاد، هو الدكتور جابر خد قرار ده يخص جامعه القاهره. انا بالنسبه لي ما فيش حاجه جدد بالنسبه لي، لا في عندي شكوى ولا في عندي اي تذمر من اي، ولم يستجد اي شيء. الوضع ده قائم بقاله سنوات طويله، مفيش حاجه جدت عشان انا اخد قرار مضاد او معي. يعني انا لو يوم ما يبقى في عندي حاجه تستدعي او ولي الامر نفسه يقنن زي ما تفضل اخونا العزيز الدكتور جابر وقال ان هو يقيد المباح، ساعتها هيبقى ده قيد عام على الكل. بس انت هاجمت هذه الخطوه يعني؟ لا انا ما هاجمتش حاجه، هاجمتها فين؟ أنا قرأت لك تصريحات فيها انتقاد لهذه الخطوة. لا يا فندم، أنا قلت اللي موجود ده حاجة تخص جامعة القاهرة وتخص الدكتور جابر نصار وتخص مجلس جامعة القاهرة إذا كان عضو على مجلس الجامعة، لكن بالنسبة لنا إحنا لم يجد أي جديد. بالنسبة لنا الجامعة المنوفية والوضع مستقر، فأنا مش هاخد إجراء على حاجة ما ظهرليش منها أي مساوئ أو أي مشاكل. يعني أنت عندك المدرسة المنتقبة لم يحدث أي شكوى اطلاقا يا استاذ وائل؟ انا عندي في بعض المدرجات، ودي موجوده في جميع الجامعات، المدرج فيه بال 2000 و 3000 طالب، فاذا كنا بنتكلم اذا جاز ان في لغه التواصل تكون مطلوبه في بعض المواد للاعداد المحدوده، فالاعداد الكبيره ما بالنا اللي موجود في الصف الاول هيتواصل مع المحاضر، طب اللي في الصف الثاني والثالث والعاشر وال 200؟ فاحنا عندنا بنشجع التعليم الالكتروني. طب ليه لماذا لا تبادر يعني لو كان كلام الدكتور جابر مقنعا بالنسبه لك، لماذا لا تبادر باتخاذ خطوه من هذا النوع؟ لانه انت ما عملتش ابحاث ودراسات تقول انه هيبقى التحصيل العلمي مكتمل ولا ناقص اذا قامت بالتدريس مدرسه منتقبه؟ وانا برضو ما اعرفش ان في برضو الدكتور جابر عمل الابحاث دي ولا لا، بس احنا عندنا في حاجه بتجمعنا كلنا اسمها المجلس الاعلى للجامعات، ولو في ضروره للكلام ده تعرض مذكره من زميلنا العزيز الدكتور جابر على المجلس الاعلى للجامعات، ولو المجلس الاعلى للجامعات راى ان في ضروره لاتخاذ هذا الاجراء هكون انا اول الملتزمين. طيب دكتور معوض.